احنا الحقيقه وجود اي اند مجموعه اتصالات وهي من المجموعات الرائده في التكنولوجيا والاتصالات مهم جدا في ملتقى زي كوب 28 مؤتمر المناخ لان احنا عندنا اكثر من شق بنساعد فيه في المناخ الشق الاول ان احنا كصناعه المعلومات هي تستهلك حوالي 3% من انبعاثات الكربونيه على مستوى العالم واحنا بنحاول نقلل الانبعاثات دي والمجموعه قلنا ان احنا في من خلال البرامج المتعدده عندنا هنوصل لصفر انبعاثات كربونيه ب 2030 في الامارات وهنعلن كمان عن الهدف للمجموعه على مستوى العالم. انما الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا كمجموعه بنساعد الشركات والمجالات والحكومات في مجالات كثيره جدا عن طريق التكنولوجيا بتاعتنا في تقليل انبعاثاتهم الكربونيه لان عن طريق الاتصالات بنقدر نحط اجهزه بتقدر تقيس الانبعاثات بتقدر تقيس آآ آآ او تدينا قياسات كثيره نقدر نستعمل معاها تطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نقلل هذه الانبعاثات فكل ده بيساهم في حل مشكله المناخ وبيساهم كمان في النمو الاقتصادي في الدول كلها اللي بتقدر انها تحسن من استهلاك الطاقه عندها وتقلل انبعاثاتها الكربونيه يعني احنا اقدر اقول مثلا ان احنا في خلال العام الحالي آه بعد ما اعلنا العام الماضي ان احنا نوصل لصفر انبعاثات كربونيه في الامارات في 2030 بالنسبه للشركات بتاعتنا قدرنا بالفعل ان احنا نقلل 23% من الانبعاثات الكربونيه في خلال هذه السنه فاحنا ماشيين آه يعني بخطى آه سريعه متوقعين ان احنا آه ل 2030 على مستوى المجموعه كلها في الدول المختلفه ان احنا نقلل الانبعاثات الكربونيه بحوالي 43% بالمقارنه بالعام الماضي. الحقيقه الاجهزه بيتم تدويرها بطريقه بطرق مختلفه، يعني مثلا اجهزه الموبايلات بيتم اعاده تدويرها بانها بتروح لدول الناس فيها ممكن ما تكونش عندها القدره الشرائيه انها تشتري اجهزه جديده، فبيتم اعاده تجهيز هذه الاجهزه وبتروح لدول تانية بالنسبه للاجهزه اللي موجوده في الشبكات فاحنا في اجهزه منها بيتم اعاده استعمال اجزاء منها والاجزاء الاخرى بيتم التخلص منها بطريقه تكون صديقه للبيئه. فاحنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نعيد تدوير الاجهزه سواء الاجهزه المستخدمه مع المشتركين او الاجهزه المستعمله في الشبكات شكرا.